سلسلة التوريد. سلسلة التوريد عبارة عن مجموعة من الحلقات المتصلة والمتتابعة من الأنشطة اللي بتتعامل مع تدفق المواد عبر مجموعة من المنظمات، بتبتدي من مصادر التوريد إلى المنظمة موضع الدراسة وداخل هذه المنظمة أو عبر هذه المنظمة، ومن المنظمة إلى مجموعة العملاء. الأنشطة المرتبطة بسلسلة التوريد داخل المنظمة. أي عمل في الدنيا بيبتدي من إدارة التسويق. إدارة التسويق بتعمل حاجة من الاتنين، إما بتتلقى طلبات العملاء التي تحدد احتياجات العملاء من السلع أو الخدمات بالكمية والمواصفات والوقت، أو بتتنبأ بالطلب برضك لاحتياجات العملاء بالكمية والنوعية والوقت. بتحول الكلام ده لإدارة تخطيط الإنتاج عشان تحط خطة الإنتاج. خطة الإنتاج بعد كده بتتحول لإدارة المشتريات، بتحط خطة الشراء لشراء هذه الاحتياجات وفقا لعمليات الإنتاج المطلوبة. بعد كده بعد الشراء يتم نقل المواد عن طريق وسائل النقل الخارجي للمنظمة وداخل المنظمة عن طريق وسائل النقل الداخلي، ثم عمليات التحميل والتفريغ لهذه المواد واستلامها وفحصها وتخزينها، ثم إنتاجها تصبح منتجات تامة يتم تخزينها لحين توزيعها للعملاء. وبعد ذلك أحيانا بيتم حاجة اسمها خدمات ما بعد البيع، بتتم في صورة استدعاء بعض المنتجات للشركة لإجراء عملية صيانة عليها أو في صورة مردودات المبيعات. هي دي سلسلة التوريد أو أنشطة سلسلة التوريد. المصاعب والمشكلات التي تقابل أداء سلسلة التوريد. تقابل أو يقابل أداء سلسلة التوريد في المنظمة مشكلات ومصاعب كبيرة نتيجة لما يلي: أن المواد اللي بتيجي من المورد وبيتم تداولها داخل المنظمة ثم بتصل للعميل في صورة منتج تام، تختلف في شكلها وطبيعتها ووزنها وطريقة تعبئها وأسلوب نقلها وخطوط سيرها وكميات وقت تداولها وقيود وشروط تداول هذه المواد عبر السلسلة من أول المورد للمنظمة للعملاء. كل دي بتصعب عملية تداول أو أداء سلسلة التوريد. التدفق المادي وتدفق المعلومات في سلسلة التوريد. تتعامل سلسلة التوريد مع نوعين من التدفق. أولا التدفق المادي اللي بيتم في صورة مواد أو خامات أو أجزاء تحت التشغيل أو منتجات تامة بتنتقل من المورد للمنظمة وعبر المنظمة من المنظمة للعملاء، ثم في بعض الحالات يتم استدعاء بعض المنتجات من العملاء للمنظمة لإجراء عمليات الصيانة أو في صورة مردودات مبيعات. ده التدفق المادي. أما تدفق المعلومات بيتم من الموردين للمنظمة وعبر المنظمة ومن المنظمة للعملاء وبالعكس، يعني من العملاء للمنظمة ومن المنظمة للموردين، بهدف التنسيق بين أنشطة السلسلة والقضاء على أي مشكلة تحدث في عمليات الانتقال من حلقة لحلقة داخل السلسلة. إدارة سلسلة التوريد. يتم إدارة سلسلة التوريد داخل المنظمة الواحدة وفقا لما يلي: أولا على المستوى الاستراتيجي، دايما القرارات الاستراتيجية ترتبط بالأجل الطويل وبتأثر على نشاط المنظمة لفترات طويلة جدا، ومن الصعب الرجوع في هذه القرارات، مثل اختيار نوعية وكمية السلع والخدمات التي ستقدمها المنظمة، اختيار نوعية العملاء الذين سيتم التعامل معهم، وكذلك اختيار موقع المنظمة وعدد فروعها إن وجدت والأسواق التي ستتعامل معها، يغطي ذلك فترة زمنية طويلة. ثم يأتي المستوى التكتيكي، يرتبط بقرارات متوسطة الأجل التي يتم وضعها في ضوء القرارات الاستراتيجية، تشمل على مجموعة من القرارات مثل اختيار وسائل النقل، هل هنستأجر وسائل نقل أم هنمتلك وسائل نقل، أساليب الشراء، هنشتري بالأمر المباشر ولا بالممارسات ولا بالمناقصة العامة ولا المحدودة ولا المحلية، وسائل النقل قلنا، أساليب التخزين إلى آخره. المستوى الثالث هو المستوى التشغيلي، وده بيرتبط بالقرارات قصيرة الأجل اللي يتم وضعها في ضوء القرارات الاستراتيجية والقرارات التكتيكية. دي بتتعامل بقى مع جداول الشراء والنقل والاستلام والفحص والتشغيل والتوزيع إلى آخره. معايير أداء سلسلة التوريد.
يتم تقييم أداء سلسلة التوريد وفقا لمعيارين: معيار الفعالية الذي يرتبط بتحقيق الأهداف، ومعيار الكفاءة الذي يرتبط بخفض تكاليف التشغيل، ويتم ذلك وفقا لما يلي. أولا، معيار الفعالية. معيار الفعالية يرتبط بتحقيق المنظمة لأهدافها، والهدف الواضح للمنظمة هو توصيل السلع والخدمات للعملاء بالجودة المناسبة، بالكميات المناسبة، وفي الوقت المناسب، وبالسعر المناسب، حتى ننال رضا العملاء. أما المعيار الآخر فهو معيار الكفاءة. معيار الكفاءة. معيار الكفاءة يرتبط بتحقيق أهداف المنظمة بأقل تكلفة ممكنة. يتم ذلك عن طريق خفض تكاليف التشغيل والنقل والتخزين والفحص والاستلام، والقضاء على الاختناقات والتعطل عبر أنشطة السلسلة، ولكن بشرط أساسي جدا هو عدم الإضرار بمستوى الجودة. يتم ذلك عن طريق ما يلي: 1- التنسيق بين سلسلة التوريد في المنظمة وبين الموردين والعملاء. 2- التنسيق بين سلسلة التوريد في المنظمة وبين باقي إدارات المنظمة التي لا تمارس أي نشاط له علاقة بحركة وتدفق المواد بصورة مباشرة داخل أو عبر المنظمة، مثل الإدارة المالية وإدارة المراجعة والشؤون القانونية إلى آخره. ثم يتم التنسيق بين أنشطة سلسلة التوريد نفسها حتى لا يتم تعطل أي وسيلة من وسائل أو أي سلسلة من سلسلة التوريد. ده بيحقق لنا تنسيق بين الأنشطة، وبالتالي هنوفر فيه التكلفة. المعيار الثاني هو معيار الكفاءة. معيار الكفاءة بيرتبط بتحقيق أهداف المنظمة ولكن بأقل تكلفة ممكنة، عن طريق خفض تكاليف التشغيل، تكاليف النقل والتخزين والفحص والاستلام، والقضاء على الاختناقات والتعطل لعناصر أنشطة السلسلة. يتم ذلك عن طريق ما يلي: 1- التنسيق بين سلسلة التوريد في المنظمة وبين الموردين والعملاء. 2- التنسيق بين سلسلة التوريد في المنظمة وبين باقي إدارات المنظمة التي لا يوجد لها علاقة مباشرة بحركة وتدفق المواد عبر السلسلة، مثل الإدارة المالية وإدارة مراجعة الحسابات والشؤون القانونية إلى آخره. وكذلك 3- التنسيق بين أنشطة سلسلة التوريد نفسها في المنظمة حتى لا يتم أي تعطل أو أي اختناقات.